طبعا سعيدين باستضافة جلالة السلطان في بلده الثاني دولة الإمارات. هذه زيارة تاريخية تعد الأولى لجلالة السلطان هيثم، والحمد لله على هامش هذه الزيارة تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الأجهزة الاستثمارية من خلال هذا المنتدى، وكذلك تم الإعلان عن ترسية عقود رئيسية راح تدعم الشراكة الإماراتية العمانية، وراح تكون بداية لنقطة تحول إن شاء الله في حجم الاستثمار وكذلك في رفع التبادل التجاري بين البلدين. المجالات اللي تراها كلا البلدين مجالات حيوية واستراتيجية، أعتقد كثير منها متشابه: قطاع الصناعة، قطاع الطاقة الخضراء، إنتاج الهيدروجين. كل هذه المشاريع مشتركة بين البلدين في الرؤية، ولذلك نحن نرى فرصة كبيرة للاستثمار وفرصة كبيرة في تكامل الاستثمارات لكي ينمو اقتصاد البلدين مع بعض. أنا أعتقد هذا مشروع كسر كل الأرقام. نذكر زيارة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة لسلطنة عمان، تم توقيع مذكرة تفاهم للنظر ودراسة هذا المشروع. خلال أسبوع تم تشكيل مجلس الإدارة واجتمع الفريق. خلال سنة ونص من الدراسة انتهينا من الدراسة ومن عمل المناقصة ومن الاتفاقيات التجهيز الاتفاقيات الحكومية ومن القدرة على طرح المناقصة الآن في هذه الزيارة. فهذا أقدر أقول لكم أسرع مشروع تم تنفيذه في العالم للربط بين بلدين. عادة تأخذ مثل هذه المشاريع سنوات من المفاوضات ومن التخطيط ومن الدراسات، فالسرعة غير مسبوقة، وإن شاء الله أنه ينفذ بسرعة إن شاء الله كذلك غير مسبوقة. القطار راح يكون نقلة نوعية للربط بين البلدين، وراح يمكننا من تقليل حركة السيارات وتخفيض البصمة الكربونية، وراح تكون الرحلة من ميناء صحار إلى أبو ظبي أقصر بالنصف تقريبا، ففيها كفاءة عالية، راح يكون تقليل للكلفة، وراح يكون كذلك فرصة لنقل الركاب. الآن نتحدث عن بلدين فيهم عوائل مشتركة وفيهم أسر وروابط تاريخية مشتركة، فنريد أن ينتقل المواطن الإماراتي إلى بلد الثاني عمان، وكذلك المواطن العماني إلى بلد الثاني الإمارات في أقل فترة زمنية. فنحن نتحدث عن فترة أقل من نصف الفترة الزمنية اللي يأخذها اليوم المتنقل. القطار راح يكون فيه جزء للركاب وهو الجزء الأكبر، وكذلك جزء للبضائع وهو الجزء الأكبر، وراح يكون فيه كذلك للركاب فرصة لنقل الركاب. راح نبدأ بأرقام بحسب الحاجة، ولكن هناك إمكانية للتوسع، وراح تكون إن شاء الله الرحلة من أسهل ومن أفضل الخدمات اللي ممكن تقدم على متن القطارات. السرعات بالنسبة للركاب ممتازة، 200 كيلومتر في الساعة، وهذا يتماشى مع القطار الخليجي اللي دولة الإمارات وعمان أول دولتين يبدون هذا المشروع. فالحمد لله المشروع سوف يحقق رؤية خليجية بدايتها الإمارات وعمان. نحن خلاص رسينا المناقصة، وأقدر أقول لكم المشروع انطلق، واليوم المقاولين بيبدون يشتغلون، وإن شاء الله الاتفاقية الحكومية بين البلدين في مراحلها الأخيرة، وتتوقع إن شاء الله في فترة قريبة. وأما العمل الفعلي، نحن أقدر أقول لكم بدينا والحمد لله التحالف بين مقاولين إماراتيين ومقاولين كبار في سلطنة عمان، وهذا كذلك يعطينا فخر أن المقاولين اللي عندنا هم بيأخذون يفايزين في الـ EPC وتنافسوا مع الشركات العالمية والتحالفات العالمية.
هذا يعطينا ثقة كذلك في المقاولين الخليجيين، وراح يعود كذلك الاقتصاد الوطني بعائد. وعندنا تحالفات كذلك بينهم وبين شركات عالمية مثل شركة سيمنز في الأنظمة، وشركات أخرى تم الإعلان عنها في خلال الحفل، وكلهم أقدر أقول لك بدأوا يشتغلون على أرض الواقع، سواء كان على التخطيط وكيف راح يسوون المشروع. وإن شاء الله القيادتين السياسيتين في البلدين يتابعون المشروع، ونحن كوزراء مع معالي الأخ سعيد كذلك نتابع، ونحن موجودين في 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 مجلس إدارة كذلك يعني مشروع قطار حفيد برئاسة أخي معالي الأخ سعيد من سلطنة عمان، وإن شاء الله راح نصل إلى جدول زمني قياسي لتنفيذ المشروع. نحن ما بنقدر نتكلم عن العائد في هذه المرحلة، لكن نقدر نقول أن التكلفة الإجمالية للقطار وللشبكات ولكل شيء بحدود 3 مليار دولار، مع طبعا فيها contingency أو ميزانيات احترازية للمشروع، وإن شاء الله نحن نتمنى المشروع أن نقدر ننفذه بأقل من هذه القيمة.